العربية مش بتدور، في حاجة غلط. مرقص، هات صندوق الأدوات من شنطة العربية عشان نصلحها. خلي حنة تجيبها. وانا اجيبهم ليه؟ هو قالك انت الأول، انت الصغيرة، انت اللي تجيبيها. من فضلكم حد يجيب الأدوات، عندنا أماكن نزورها النهاردة. خلاص خلاص هجيبهم. أوف، شكرا، خلينا نصلح العطل. أخ، شكلها تبقى رحلة حلوة يا عمو داود، أنا متشوقة قوي. مرقص، هات نظارتي المعظمة. استني، أنا شايلك نظارتك المعظمة طول اليوم. أخ، بصوا هناك، دي الأهرامات من عجائب الدنيا السبعة القديمة، منظرهم تحفة. أنا شايفهم، تلات أهرامات، دول كبار قوي وفي ناس كتيرة كمان. مرقص، بص الناس اللي هناك دي راكبة خيل وجمال، حلوين قوي. قولي يا عمو، ليه بنوا الأهرامات دي؟ الأهرامات اتبنت من 4500 سنة، قديمة جدا جدا. ايه ده، اقدم منك يا عمو داود؟ مش معقولة. اقدم مني بكتير. استني هنا، انا مش عجوز اصلا. اسفة، ما اقصدش. على كل حال، الاهرامات دي اتبنت عشان تكون مقابر للفراعنة. النهاردة اهم اماكن السياح تزورها. غريبة قوي، هو ايه تمثال العجيب اللي جنب الاهرامات ده؟ ده تمثال ابو الهول، وهو تمثال لأسطورة عن كائن راسه راس إنسان وجسمه جسم أسد، وبرضه من أهم المعالم السياحية زي الأهرامات بالظبط. على يمينكم نهر النيل. الله، في أشجار حلوة قوي هنا على النيل. ده في مراكب حلوة كمان. بصوا إيه المبنى اللي هناك ده يا عمو داود؟ ده المتحف المصري، في أكبر مجموعة أثار في العالم كله. ده ضخم قوي، هاتي يا حنة بقى شوية، عايزة أتفرج. لا، أنا كمان عايزة أتفرج. من فضلكم يا أولاد، خليكم لطاف، ودلوقتي هنروح على طول لدير الأنبا بشوي. على بعد قد إيه؟ لسه قدامنا طريق طويل، هتبقى رحلة حلوة. حنة، عملت كده ليه؟ غرقتيلي هدومي كلها، انتي غلسة قوي وبتضايقيني. اسفة بجد، ما اقصدش، اسفة قوي. بس بقى لو سمحتي ما تكلمنيش. الحمد لله، تقريبا وصلنا الدير. المكان هنا حلو قوي. ايوه، وهادي كمان. واو، اللي بنى الدير ده قديس اسمه انبا بشوي، بناه من اكتر من 1500 سنه، واتجدد بعد كده اكتر من مره. مين هو الانبا بشوي؟ هو عمل حاجات مميزه؟ هحكي لكم حكايته، بس الاول لازم ارتاح من تعب الطريق، وكمان ارتاح من تعب السواقه. هرجع لكم على طول. خلينا نتفرج على المكان لغايه ما يرجع. الكنيسة دي حلوة وكبيرة قوي، يلا ندخل يا حنة. حنة، انت هنا بتعملي ايه؟ كنت بتفرج على المكان هنا. ما تقلقش، بص الرسمة اللي على ستر الهيكل، مين ده؟ شكله راهب وبيغسل رجلين حد، يمكن يكون الأنبا بشوي؟ ممكن. طب بسرعة اديني نظارة العجايب، يمكن نشوف بيهم حاجة. أيوة، فكرة حلوة. مش شايفة حاجة. استني بصي،
الستر بينور. الأنبا بشوي صح مش كده؟ أهلا. أيوة يا حنة، أنا أنبا بشوي، مبسوط إني أقابلك أنت ومرقص. تحبوا أحكي لكم حكايتي؟ يا ريت من فضلك. أنا اتولدت من حوالي 1700 سنة فاتت، تقريبا سنة 320 ميلادية، في قرية مصرية اسمها شنشنة. أنت أقدم من الأهرامات؟ لا يا حنة، ده أصغر من الأهرامات يمكن بتاع 3000 سنة. سوري يا أنبا بشوي، كمل من فضلك. مفيش مشكلة، الأسئلة مفيدة. على كل حال، أنا كنت أصغر ولد وسط 7 إخوات، كنت ضعيف وصحتي تعبانة. في يوم من الأيام ظهر ملاك ربنا لأمي في رؤية. الله بيقولك أعطيني واحد من أولادك يخدمني. يا سيدي، اختار اللي يعجبك منهم. بشوي هيحب ويخدم ربنا. يا سيدي، اختار واحد قوي عشان يخدم ربنا. هو ده اللي اختاره ربنا. هو انت سبت بيتك على طول عشان تخدم ربنا؟ سؤال كويس. هقولك، لما كبرت ووصلت لعمر 20 سنة وكبر حب ربنا في قلبي، رحت للبرية واترسمت هناك راهب، وتعلمت الرهبنة على ايدين رهبان شيوخ. هو ده حصل وقت ما أسست الدير؟ مش بالظبط. بعد ما مات أبويا الروحي الأنبا بموة، جه ملاك وخدني لمكان في الصحراء اللي بقى بعد كده مكان الدير اللي احنا فيه دلوقتي، لكن ساعتها كان مجرد صحراء فاضية. عشت في كهف صغير في الصحراء، وكان بيزوروني ناس كتيرة عشان يتعلموا عن ربنا وحياة الرهبنة. أنا كنت بحب الصلاة، وعشان ما نمشي وأنا بصلي كنت بربط شعري بحبل طويل في سقف الكهف عشان أفضل أصلي طول الليل وما نمش. عملت إيه؟ إزاي كنت بتصلي أوقات طويلة يا أنبا بشوي؟ أنا عن نفسي مش بقدر أركز في القداس اللي يدوب ساعتين. يا مرقص، كل ما تحاول وتصلي لربنا أكتر، كل ما هتقرب من ربنا أكتر وأكتر، وهتنبسط قوي وقت الصلاة. وحتى لو كان صعب إنك تركز في الصلاة، حاول مرة تاني وتالت. ربنا شايف تعبك وهيساعدك. إيه حكاية الرسم اللي على الستر اللي بتغسل فيها رجلين حد؟ أيوة يا حنة، هحكي لكم، لأن دي من أهم الأحداث اللي حصلت في حياتي. في يوم من الأيام كنت قاعد برا القلاية بتاعتي، وشفت راجل غريب ماشي في الطريق. من فضلك من فضلك، واضح انك ماشي بقالك فترة طويلة، اتفضل ادخل قلايتي عشان تستريح. ملوش لزوم، انا خلاص قربت اوصل. صحيح انا ما عنديش حاجات كتيرة اقدمها لك، لكن تعالى وارتاح شوية. اشكرك، كانت رحلة طويلة قوي. بعد اذنك دقيقة واحدة وارجع لك، استريح. بعد إذنك. لا لا، من فضلك، ده كتير قوي. اسمح لي أغسل لك رجليك، سافرت مسافة طويلة على رجليك، خليني أغسلهم لك. يا مختاري بشوي، أنت إنسان عظيم. ربي. أيوة يا بشوي. انت غسلت رجلين الرب يسوع؟ عمري ما فكرت اهتم بإنسان غريب بالطريقة دي. لما بنقدم محبة لبعضنا بنقدمها لربنا، وهي دي حكاية الصورة اللي بتشوفوها على الستر، اللي بغسل له رجلي ده هو رب المجد يسوع. يا ترى ربنا ظهر لك مرة تانية؟ لما الرهبان عرفوا اني شفت الرب يسوع، طلبوا مني انهم يشوفوه هما كمان. اهلا يا اخواتي، ازيكم النهاردة؟ يا بونا، احنا عارفين انك شفت رب المجد، من فضلك صلي له علشان يظهر لنا ونشوفه احنا كمان.
ربي وحبيبي يسوع، إذا وافق مشيئتك من فضلك تظهر لإخواتي الرهبان، هما بيحبوك قوي ونفسهم يشوفوك يا رب. أمين. لما طلبت من الرب يسوع إنه يظهر لإخواتي الرهبان وافق، وقال لي إنه هيظهر لهم على الجبل في يوم معين، وطلب إنهم يطلعوا الجبل عشان يشوفوه. وفي اليوم ده الرهبان طلعوا جري على الجبل عشان يشوفوا ربنا. من فضلك يا ابونا الراهب ساعدني أطلع الجبل ده، أنا عجوز وما أقدرش أطلع لوحدي. أسف قوي، واي حابل ربنا، لازم أجري، هصلي لك. وانت يا سيدي لو سمحت ممكن تساعدني نطلع الجبل؟ أهلا، آسف لازم ألحق ربنا الأول، ممكن أساعدك لما أرجع. سلام. كل الرهبان كانوا طالعين الجبل جري عشان يشوفوا ربنا، ومحدش منهم وقف عشان يساعد الرجل العجوز. أنا كمان كنت وقتها عجوز وبمشي ببطء قوي ورا أخواتي الرهبان عشان أطلع الجبل أنا كمان. إزايك يا راجل يا طيب؟ أنت عاوز تطلع الجبل؟ من فضلك خليني أساعدك. لا ما تشغلش نفسك، أنا عارف إنكوا رايحين تقابلوا ربنا، وأنا أكيد هخليك تتأخر. من فضلك اتفضل أنت يا أبونا. أنا مصر إنك تيجي معايا، إحنا ممكن نشوف الرب يسوع مع بعض. عارف إني عجوز لكن ربنا هيقويني وأقدر أشيلك ونطلع الجبل. أنت شلت الراجل وطلعت بيه الجبل؟ ما كانش تقيل عليك؟ الحقيقة في الأول كان خفيف جداً، ودي حاجة غريبة، ولما ابتدينا نطلع الجبل ابتدى يتقل ويتقل لغاية لما ما بقتش قادر خالص إني أشيله، وساعتها أدركت. إزاي الحكاية دي؟ أنت كنت خفيف لما ابتدينا نطلع، دلوقتي بقيت بتحرك بالعافية. إلهي أيوة يا بشوي، يا إلهي السماء الواسعة ما تقدرش تحتويك، والأرض بترتعش من مجدك العظيم، إزاي إنسان زي يشيلك يا رب؟ حبيبي بشوي، لأجل محبتك للآخرين وتفضلهم على نفسك، والأجل إنك شلتني، جسدك مش هيشوف فساد بعد انتقالك للسماء. وفعلا جسدك ما تحللش؟ أيوة جسدي موجود هنا في الدير بتاعي سليم تماما زي ما رب المجد وعد. المهم بعد ما رب يسوع اختفى ساعتها أنا كملت وطلعت الجبل، وقلت لإخواتي الرهبان اللي حصل، زعلوا من نفسهم قوي إنهم عدوا على الرب يسوع من غير ما يعرفوه، لكنهم اتعلموا درس مهم إنهم يحبوا الآخرين ويخدموهم مهما كانت الظروف. أنا أكيد كنت هسيب الرجل العجوز ده هناك زي باقي الرهبان. وأنا كمان، إزاي نتعلم نحب بعضنا زي ما أنت عملت يا أنبا بشوي؟ ده سؤال كويس، دايماً صلوا للرب يسوع عشان يقوي محبتكم للآخرين مهما كانت الصعوبات، ولازم تتدربوا على كده. حنة، مرقص، بتلعبوا رياضة؟ أيوة بنلعب كورة. بتتدربوا؟ أكيد بنتدرب كل يوم عشان نلعب أحسن وأحسن. بالظبط، زي ما بتتدربوا على الرياضة لازم تتدربوا على الفضائل، المحبة والتواضع وضبط النفس. وإزاي نعمل كده يا أنبا بشوي؟ كل يوم تهتموا بالآخرين قبل نفسكم. مثلا لو أنتوا الاتنين عطشانين خلي أخوك يشرب قبل منك، ولو أنتوا الاتنين تعبانين تشيلي الشنطة بتاعت أختك عشان تريحها شوية. أصغر فعل للمحبة هو حاجة كبيرة. فهمت قصدك يا أنبا بشوي، حتى لو الموضوع صعب وبنعمل أخطاء لازم نفضل نتدرب كل يوم. عارف إنكم هتعملوا كده، وأنا بصلي لكم دايماً
سلام يا حنة ومرقص، انبسطت اني شفتكم. سلام يا أنبا بشوي. يا ولاد آسف جدا، أنا تقريبا نمت من كتر التعب، وبعد كده كمان دورت عليكم ما لقيتكمش. اتفرجتوا على الدير؟ أيوة ده جميل قوي، واتفرجنا على الكنيسة الحلوة دي. أيوة شكرا يا عمو داود إنك جبتنا هنا. العفو يا حنة. أوف الدنيا حر قوي، مفيش شوية مية؟ أنا هجيب لك مية يا عمو داود، استريح أنت وأنا هرجع لك على طول. ياه شكرا حنة. اتفضل يا عمو داود، ساقعة متلجة. أشكرك عمو داود. مش جعان ولا حاجة؟ تحب أجيب لك حاجة تاكلها من الكانتين؟ وكمان أكل. أشكركم يا ولاد، تصرفاتكم غريبة. إحنا بس بنحبك يا عمو داود. شيء غريب. على كل حال يلا نتفرج على باقي الدير. يا ريت من فضلك. أمنوا زي القديسين.